السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب من الأعزاء. نحكي الآن عن موضوع الـ Rupture of Membrane. Rupture of Membrane الـ RO مواضيع مهمة، هذا من الأنواع اللي نسميها إحنا Antenatal Obstetric Complication أو Obstetric Pathology. بيجي علي أسئلة مرات في الامتحانات، شو بنحكي عن المعلومات؟ فينا نعرف مصطلحات Definition of Preterm Rupture of Membrane, of Premature Rupture of Membrane, of Prolonged Rupture of Membrane, of Preterm of في عنا شيء اسمه preterm premature rupture of membrane، اختصاره اللي هو preterm premature rupture of membrane. هذا كمان بدي اعرف التعريف اللي هو PPROM، واضح؟ بدي اعرفه انه هذا التعريف لابد اني ايش اعرفه اللي هو PPROM. هسه بعدين راح ناخذ الريسك فاكتور. ما هم الريسك فاكتور؟ الكومبليكيشن، شو المضاعفات؟ ليش احنا من ليش شو يعني شو اول كونسيرن لا بريجننسي بعد رابشر مبرين، ليش ليش بنخاف؟ دياجنوز، كيف ممكن نشخص؟ شو التريتمنت؟ شو العلاج؟ بعض الملاحظات، وكيف بامكاننا نعمل وقايه بروفيلاكسس. بلش نحكي عن الديفينيشن. بريتر رابشر مبرين هو رابشر مبرين بيفور ريتشنج تيرم. قديش التيرم في البريجننسي؟ احنا اتفقنا 37 ويك، فرابشر مبرين بيفور 37 ويك اوف بريجننسي بنسميه بريتر رابشر مبرين. بريماتشور رابشر مبرين اللي هو عباره عن رابشر مبرين قبل ميعاده. ما هو الموعد الطبيعي اللي هي ما هو الموعد الطبيعي؟ ما هو الماتشور تايم فور رابتشر اوف برين اللي هو during first stage of delivery. First stage of delivery اللي هو عبارة عن dilatation of the cervix. Cervix تتوسع من 0 ل 10 سنتي. During this stage especially في أول 4 سنتي، في نهاية هذا ال 4 سنتي وبداية اللي هو نهاية ال latent phase، بداية ال active phase of the first stage of delivery، الأصل يصير عندنا رابتشر اوف برين. بس اذا صار ان رابتشر برين قبل ما يبلش الليبر، قبل ما يبلش الليبر، هذا بنسميه احنا بريماتشور رابتشر برين، اللي هو رابتشر برين 1 اور اور مور، ساعه او اكثر بيفور بي رقم 4، يعني بيفور ذا اونست اوف ذا ليبر، قبل ما الليبر يبلش. برولونج رابتشر برين اللي هي رابتشر برين ذات لاست مور ذان 18 اورز، اكثر من 13 ساعه before the onset of the labor. طب شو تعريف البريترم بريماتشور روبشر اوف برين؟ يعني بريترم يعني قبل 37 ويك، شو يعني بريماتشور؟ يعني قبل الانست اوف ليبر مور ذان 1 اور. طب شو يعني تعريف برولونج بريترم بريماتشور روبشر اوف برين؟ انه الروبشر برين تم قبل 37 ويك، وتم قبل الانست اوف ذا ليبر ومور ذان 18 ساعه. هاي التعريفات. في عنا زي ما حكينا، في عنا بريترم بريماتشور روبشر of membrane، يعني ايش اسمه prolonged preterm premature rupture of membrane اللي هو triple B and ROM، اللي هو عبارة عن prolonged يعني اكثر من 18 ساعة، preterm يعني قبل 37 ويك، premature يعني قبل الانست اوف ذا ليبر rupture of membrane. نجي نحكي عن preterm rupture of membrane يمثل 10% of all pregnancy، فالincidence له هو common 10%. most common cause of preterm delivery or preterm labor. Most common cause of preterm labor and preterm delivery overall هو preterm rupture of membrane، هو البروم، يسموها بروم preterm rupture of membrane. هسا risk factor، what's the risk factor؟ risk factor طلعوا infection and chorioamnionitis especially infection اللي هم ascending infection مثلوا most common cause of rupture of membrane. هذا مهم جدا نعرف ال infection. other than infection شو عندنا؟ بوليهايدرامنيا، لما يكون الأشياء الأمنيوني معدل السوائل كثير، بوليهايدرامنيا. في عندنا المالتيبل جيستيشن، في عندنا المالتيبل جيستيشن طلابنا، ريسك فاكتور لما يكون عندي توينز أو تريبلت، بصير عندهم رابتشر، بصير عندهم بريتيرن رابتشر أوف مبرين. في عندنا إنكومبتنت سيرفكس، لما يكون السيرفكس فيلر، فشل في عنق الرحم، أبروبشر بلاتسنتا، لما يصير عندي أبروبشر بلاتسنتا، هذا لما يصير عندي سلاف بلاكر بلاتسنتا يكون ريسك فاكتور. امنيوسنتيزس، الاجراءات اللي بنعملها احنا التشخيصيه اللي هي بري نيتال دياجنوزز زي الامنيوسنتيزس. سموكينج اند لو سوشي ايكونوميك ستاتس، وجد انه عندهم الريسك اعلى. تروما از ريسك فاكتور. هيستوري اوف بري تيرم شور برين، واتس ذا كومبليكيشن؟ بري تيرم ليبر، بري تيرم شور برين هو موست كومن كوز اوف بري تيرم ليبر، لذلك بري تيرم شور برين يمكن يؤدي الى بري تيرم ليبر. هذا ليبر راح ينولد بري تيرم، راح يصير عندنا بري ماتشورتي. في عندنا complication يسمى preterm labor and prematurity. chorioamnionitis، risk of chorioamnionitis اللي هو التهاب الامنيوتك، الغشاء الامنيوني والامنيوتك فلويد والبلاسنتا. chorioamnionitis، cord prolapse، احتمال يسمى cord prolapse.
هذا indication for emergency CS، يعني indication for CS سواء urgent CS أو emergency CS إذا صار عندنا corridor prolapse. في عندنا placental abruption، طلعت البطن الأول، placental abruption هو risk factor، وال placental abruption it is a complication، يمكن إذا صار عندي rupture of membrane خاصة إذا كان عندنا bulky هيدرما يمكن إن ال complication اللي يصير عندنا rupture of placenta. مثلا أنت بتطلع لنا rule vaginal examination BV is contraindicated، هي مش absolutely contraindicated، هي should be avoided أو should be minimized. ال BV بالحالات اللي بصير فيها rupture of membrane should be minimized. ليش should be minimized؟ لانه يعني ببساطه طلابنا انها الانكريز ريسك اوف انفكشن، لانه طلعوا من الموست كومن ريسك فاكتور هو الانفكشن، ومن الكومبليكيشن يمكن يصير عندنا انفكشن، يصير عندنا كل اميناتس يعني يصير عندنا انفكشن. هاي مهمه جدا نعرفها طلابنا، ما تخربطوا بين ما تخربطوا في موضوع الريسك فاكتور وموضوع الكومبليكيشن. لاحظوا الانفكشن والكل اميناتس هم يمثلوا كانوا موست كومن كوز، لاحظوا من الكومبليكيشن اللي هي انفكشن والكل اميناتس. الابروبشن بس انت كان من الريسك فاكتور، كمان من الكومبليكيشن الابروبشن بس انت. بس الرول القاعدة الفاجينال اكزامينيشن should be minimized، بلاش نحكي انها absolute contraindication، should be minimized. ليش؟ لانه due to risk of infection. Diagnose, what's the diagnosis history of gush؟ اهم شيء بالdiagnosis بالhistory انه بتحكي لك انه نزل عليها ميه كميه لازم تكون significant، كميه كبيره. History of gush of fluid from the vagina، from the vagina. لما نيجي نعملها لما نجي نفحصها speak and examine like pooling of the fluid in the posterior vaginal fornix. هذا اهم شيء بالphysical examination. أو نقدر نحكي عنه gold standard for diagnosis، إن نلاقي pooling of the amniotic fluid in the posterior fornix of the vagina، هي موجودة في speculum exam. إذا عملنا بعض الفحوصات يمكن تساعدنا زي النيتروزين تيست بيكون بوزيتيف، هذا بدل إنه pH تبع السائل المتجمع في ال posterior fornix more than 6 اللي هو 6 إلى 6.5، هذا بدليل إنه amniotic fluid. وإذا عملنا ferrin تيست بيكون بوزيتيف، الferrin تيست. الالتراساوند بيساعدنا ولكنه مش هو 100% ديجنوستيك. شو حنلاقي بالالتراساوند؟ طلعوا بوليكو هيدرامنيا. انتبهوا طلابنا، البولي هيدرامنيا هو الريسك فاكتور، البولي هيدرامنيا هو الريسك فاكتور، والبوليكو هيدرامنيا هو الشيء اللي بنلاقيه احنا بالالتراساوند. لما نيجي نفحص بالالتراساوند مريض صار عنده ربش ممبرين، عندك فلويد اندكس اقل من 5 سنتيمتر بوزيتيف، تمبون تيست بامكاننا نعمل شيء اسمه تمبون تيست يكون بوزيتيف، اللي هو بنعمل امنيوسنتيزس داي تيست، يعني بنعمل امنيوسنتيزس نحط المادة الداي ونحط تمبون في عند الفاجينا. اذا مادة الداي هاي نزلت على التمبون دليل انه عندنا، ولكن ننتبه انه الامنيوسنتيزس اصلا هي ريسك فاكتور، امنيوسنتيزس هي اصلا ريسك فاكتور تؤدي الى ربشة البرين، فلذلك لا يصح بعمله، لذلك ما بنعمل كثير، ما بنعمل هذا. هسه اللي حكى شو جولد ستاندر اللي هو يعني تشخيص ربشر برين، شو هو كلينيكال دياجنوزس، بيعتمد على الهيستوري، بيعتمد على الفيزيكال اكزامينيشن، اهم شيء فيزيكال اكزامينيشن سبيكولم اكزام، سبيكولم اكزام. طيب هسه النورمال فاجينال بي اتش ان جنرال عند النون بريجننت ريبرودكتيف ايج فيمال 83 الى 4.5، 83 الى 4.5، او كتبت بينها 4 الى 4.5 بسبب وجود الدودوبين سلاي في النورمال مايكروفلورا. بريجننت ليدي 4.5 الى 6، لاحظ بصير لسه أسيدك، يعني بصير مور ألكالين، الأمنيوتيك لسه بصير مور ألكالين، مور ألكالين 6 إلى 6.5. هاي مهمة جدا نعرفها، نسألوا عنها. النورمال بريجننت، النورمال نان بريجننت، نورمال فيجينال بي اتش عند النان بريجننت فيميل، ريبرودكتيف فيميل، سألوا عنه مرة بالامتحان. بس التريت مال التريت بيعتمد على ايش؟ على الجستيشنال ايج. إذا كنا نحكي عن أقل من 32 أو كنا نحكي 34 إلى 36، أو إذا كنا نحكي عن أكثر من 36. بس هسه اكثر من 36، اكثر من 36 بيكون الريسك اوف كوريو امينيتس، والريسك انه في عندي تو ريسك انا طلابنا، يعني تو ريسك الكومبليكيشن، في عندنا تو كومبليكيشن مهمات. شو التو كومبليكيشن؟ في عندنا اي انفكشن اند كوريو امينيتس، سي اي كوريو امينيتس، هذول هم 1 بارت اوف كومبليكيشن او 1 بارت اوف ريسك. والبارت الثاني من الريسك اللي هي بريماتشورتي، pre maturity هذا البارت الثاني، هذول هم التو ريسكس. بس لما نكون نحكي عن فتره بعد 36 ويك بيكون مين الاخطر؟ بيكون الاخطر هاي بصير الميزان، هذا زي هيك بصير الميزان، هي زي هيك بصير خطوره الكوري اميناتس اقل من خطوره البري ماتوريتي. هاي الحاله شو بنفضل احنا؟ طلع بنفضل نعمل اندكشن فليبر، اي او ال دليفري اندكشن فليبر، زائد طبعا انتيبيوتيك، نعطيها ايش؟ انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك سواء انتيبيوتيك علاجي او سواء انتبيوتيك شغال وقائي. هسه اذا كانت 34 36 بيكونوا متساويين التو ريسك،
34 waiting for spontaneous delivery، استنى عبين يصير لها spontaneous delivery، يعني spontaneous يصير عندها start of labor and antibiotic. أقل من 32 لا، the prematurity بتكون أخطر. فإذا كان أقل من 32 طلعوا شو بنعمل؟ إذا كان أقل من 32 توكوليتكس، توكو إيش؟ ليتكس، توكوليتكس بنعطي أقل من 32 أو أقل من 34، خليها أقل من 34. إذا كانت أقل من 34 عشانها هون 34 34 36 أقل من 34 توكوليتكس كان نعطي. توكوليتكس بتخلينا يعني تعمل صبش للليبر، إذا كان جيدة طريقة نعملها توكوليتك بتعمل صبش للليبر أبدو يعني 48 ساعة إلى 48 ساعة، وبنعطيها كورتوكوسترويد. شو الهدف من التوكوليتك؟ عشان نعطيها كورتوكوسترويد ونعملها ترانسفير لما كان في مثلا يونيت الاي سي يو، ونعطي انتبيوتيك ونعطي ايش انتبيوتيك. اذا مره اخرى بتعتمد على الديسيشن ايج، اذا كان اقل من 34 او 34 36 او اعلى من 36، اعلى من 36 بنخاف من الكور امناس انفكشن، فبنعطي انتبيوتيك ونعملها اندكشن فليبر. من 32 الى 36، من 32 من 34 ل 36 بنستنى spontaneous delivery، يعني waiting for spontaneous delivery and spontaneous labor زائد antibiotic. إذا كانت أقل من 34 بنعطي توكوليتك، بنعطي كورتيكوستيرويد، و بنعطي antibiotic اللي هو توكوليتك كورتيكوستيرويد ايش and antibiotic. هاي مهم جدا. هناك ملاحظة، توكوليتكس and كورتيكوستيرويد are contraindicated in prolonged premature rupture. إذا كان prolonged premature rupture of the brain، التوكوليتك كورتيكوستيرويد contraindicated، يعني انتبه إذا كان prolonged مر عليه أكثر من 18 ساعة ممنوع نعمل توكوليتكس، لازم نعمل شو؟ لازم خلص نعمل induction of labor، نخليها المريضة هاي يعني يعني should be delivered، يعني لازم انها نولدها، فهي مهمة جدا اذا كان prolonged. اما اذا كان صار له مثلا ساعة ساعتين ثلاث ساعات عادي، اذا كان prolonged مر عليه 18 ساعة هذا لا خلص should be delivered. هسه if fetal distress or chorioamnionitis موجود، اذا صار عندي fetal distress او chorioamnionitis او صار prolonged هذول خلاص لازم نعمل delivery. اذا ثلاث شغلات مهمات، في عندي fetal distress، fetal distress. إذن very important معنا بحالات هاي rupture of brain إن نعمل ما يسمى في البيو physical profile، بيو physical profile اللي هو triple B، بيو physical profile اللي هي PPP اللي هي بيو physical profile. هذا البيو physical profile بيحدد لنا كمية السوائل حول الجنين، بيحدد لنا ال nerve stress test للبيبي، fetal heart rate، ال reassuring ولا non reassuring، بيحدد لنا كمان ال fetal movement، بحدد لنا الفيتال بريثنج. على كل حال هذا البيوفيزيكال بروفايل نشوفه، اذا كان في عندي فيتال ديستريس فيه او كان عندي علامات الكوريو امينايتس، علامات الانفكشن، يعني علامات الانفكشن زي الاي اس ار سي ار بي، زي الوايت بلاد سيل كاونت، زي الفيفر الحراره، اهم علامه ريليبل للكوريو امينايتس الفيفر الحراره ماتيرنال فيفر، هاي الكوريو امينايتس. او اذا كان عندي برولونج يعني مور ذا صار مور ذا عند الديش مور ذا 18 ساعه. بس هذول الكوريو امينايتس والفيتال ديستريس ابسولوت انديكيشن او ابسولوت كونترا انديكيشن للايش؟ للتوكولايزس، ولازم شو ماله نعمل خلاص، لازم نعمل ديليفري، لازم نعمل ادري، لازم نعمل ترمينيشن اوف بريجنانس ونعمل ديليفري اللي هو الكوريو امينايتس والفيتال ديستريس. البرولونجد از نوت ابسولوت، هو ريليتيف بنقدر نحكي عنه ريليتيف كونترا انديكيشن للتوكولايزس. اذا كانت برولونجد معظم الابستريشن ما بفضلوا يعطوا توكولايزس، واضح، وبفضلوا انه يعملوا اندكشن اوف ليبر. على كل حال من هاي القاعدة أرجوك ركزوا عليها النوت، if fetal stress or chorioamnionitis deliver regardless of gestational age. prophylaxis كان نعطي اي ام 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون انجكشن هاي after 20 week لمين؟ للفيميل انتر ريسك فاكتور. منهم اهم شيء فيميل انتر ريسك فاكتور اللي هي previous history of preterm rupture، اللي عنده previous history of preterm rupture هذا اهم ريسك فاكتور اعتمادا عليه بنعطي prophylaxis. اما most common cause للبريتيرم تشوبرين هو الانفكشن اللي هي ascending infection. ascending ايش infection هي اهم، هو most common ايش most common يعني cause. هيك خلصنا موضوع طلابنا اللي رب تشوبرين، اتمنى تكونوا استفدتوا، نتقابل ان شاء الله في الفيديو البعدي.